إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الأهتمامات مع فيديو جديد مع موقع جديد لربح عملة الروبل. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع يدعى موقع ماكدونالد أو ماكديك. الموقع لديه مميزة رائعة عند أول استثمار في الموقع إذا يعطيك 100% بونيس، وعندما توجع 1500 روبل يعطيك بيكسو بالمجان هدية، يعطيك 100 روبل للتسجيل، 2 روبل للسحب، 15% من الإحالة تذهب إلى السحب. كل من يودع عبر رابطك تأخذ 15%، لديه بونس كل 10 دقائق، ولديه 50% للسحب و 50% للإيداع عند جمع الأرباح. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضغط هنا هكذا، اسم المستخدم، الإيميل، كلمة السر، نوع كلمة السر، نضغط هنا، نضع هذا الرقم هنا ونضغط على هنا للتسجيل. سأتسجل وأعود، سنقوم بالدخول، سنضع هنا كلمة السر، هنا نضع الإيميل. هذا هو الحساب، سأقوم بالترجمة. هي 100 روبل إخوتي، هي 2 روبل للسحب. سنقوم بالشراء، نذهب إلى هيروس للشراء ب100 روبل. نشتري 2 من هذا زيجزاج الأول والثاني. هيا أخوتي، لقد تم الشراء بنجاح. هنا إذا أردتم الإيداع هنا للسحب، نضغط على السحب لنرى كيفية السحب. لكي يفتح السحب يجب أن تودع 5 روبل هنا لجمع الأرباح هكذا، تضغط هكذا، يجب أن تنتظر 10 دقائق. هنا لبيع الأرباح، هنا الإحالة، هذا هو رابط الإحالة، هنا البونيس كل 10 دقائق. اضغط هنا لتأخذ البونيس، أعطانا 0.02. تستطيع أن تسحب من هنا أيضا والإيداع من هنا أيضا. هنا إذا أردت تبديل الأرباح إلى الإيداع، هنا قمار. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.